بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الجزئية بتاع الريلي اللي هو الـ ABB RXBA4 ده فيوز فيل سوبرفيجن. بنختار جنرال لو عايزين نختبر الدروب اوف تايم بتاعه، بنكتب هنا اي داتا احنا عايزينها وبعدين بروسيد. بيفتح معاك اوتوماتيك، الصوت ده معناه ان هو دخل اوتوماتيك خلاص. بعد كده انت بتعمل صفحتين تو بيج، من هنا بتختار تو بيج. وبعد كده عشان تختبر الدروب اوف معناها ان هو في البدايه في مشكله، فبتخلي اول فازه اللي هي ار 66 والفازه واي بتخلي الانجل بتاعها زيرو عشان يستخدمها الاذر سايد، يبقى برده الناحيه دي زيرو، من ناحيه اليمين زيرو، من ناحيه الشمال زيرو، وبتخليها 30 فولت. يبقى كده هو حاسس ان في مشكله في السوبرفيجن، شايف ان في مشكله. وبعد كده بتقول له المشكله دي خلاص خلصت في البيج 2. خلينا في البيج الاولانيه، خلي هنا سيكونس، الاختيار هنا يكون سيكونس. ثانية واحدة، اختار ثانية واحدة، بعد كده اختار بيج 2. البيج 2 دي بتبقى اخليها ان الوضع يبقى هيلسي، حصل الوضع هيلسي فيرجع يبقى حصل دروب اوف تايم. وبعد كده بقول له خليها زمن مش مشكلة 5 ثواني 6 ثواني، المهم ان انا بقول لك ان البيك اب بتاعك ماكسيمم تريب تايم 25 ملي سكند. وبعمل ستارت، انا موصل التوصيلة تمام زي ما كنتوا شايفينها قبل كده. بعمل ستارت هياخد زمن شوية، بعدين يعمل ستوب على طول هو في ايه؟ 15 ملي سكند، لان انا عندي المينيمم الماكسيمم تريب تايم 25 ملي سكند. طيب تعال نجرب الماكسيمم تريب تايم ده واشوف اللون الاخضر ده هيتحول يبقى ازاي. لو خليت ده مثلا 5 ملي سكند وجيت عملت ستارت، هيديها لي هنا باللون الاحمر، هيقول لي لا ده كده انت عديت تمام. ده معناها ان انا ايه، بكتب هنا الماكسيمم تريب تايم، بيحصل صحيح ان الكونتاكت بيقفل وبيوقف الحقن، بس يكون تخطى الليميت اللي انا محتاجه. فانا بقول له لا ده انت عندك الليمت بتاعك 25 ملي سكند، تمام 25 ملي سكند كده. شوف العلامه الحمراء دي هتتحول تبقى اخضر، يبقى انت كده ايه في الليمت بتاعك، انت كده في الليمت اللي هو الباص فيه. تو بيج قول لي في الاختبار ده بس صفحتين اتنين وخلاص على كده، هو ده الاختبار. عايز اختبر الدروب اوف البيك اب تايم برضو من نفس الاوتوماتيك فريجه، بتروح جاي عامل مانيوال هنا وبتختار ديت ان هي تفصل معاك. طبعا الثلاث الوان دول اسود معناها انه ما يتاثرش بالموضوع خالص، مثلا لو عملنا اسود مش هيتاثر خالص، الكونتاكت قفل اهوت، ده الكونتاكت بتاعي الاحمر ده، الاسود هنا ما تاثرش باي شيء. طيب لو جيت خليته هنا جراي معناها الكونتاكت مقفول وهيفتح، او مفتوح وهيقفل، احمر مقفول وهيفتح، او ان انا اختار الاثنين يعني اي تشينج يروح جاي يعمل ستوب. فانا عايزه يعمل ستوب، بكتب برده في علامه فوق هنا مربع صغير اللي فوق ده ستوب اف كول، لو حصل فيه كونتاكت كلوز اعمل ستوب. بعدين نعمل ستارت، ده يعمل البيك اب تايم اللي هو حصل عندي ان الريلي شاف فولت، فبيروح جاي واخد تايم اللي هو 2 ملي سكند زي ما شايفين كده، بيروح عامل ستوب ويبقى كده ايه اختبار التايم خلص. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.